كمان اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي تحت إشراف اللجنة العليا للجان وأكيد بالتعاون مع الإدارة التنفيذية نظموا حفل غنائي فني لكورال الشرق ضمن احتفالات نصر أكتوبر. تعالوا برضو نتعرف على اللي حصل من خلال التقرير ده، اتفضل. هو الفرقة دي فيها ميزة مهولة، انك بتحسي ان هم البيت، يعني الولاد الصغيرين دول كل العائلات اللي قاعدين حوالينا دول هيحسوا انهم ولادهم، يعني 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 هتشوفي ولادك فيهم، لان دول طلبه جامعه كلهم وطلبه جامعه عين شمس، وقدروا ان هم يوصلوا بالكورال بتاعهم ان هم من فرقه جامعيه، بيفكروني فرقه رضا، يعني فرقه رضا كانت بدات من الجامعه زمان، واستاذ محمود رضا واستاذ علي رضا جامعوا الناس اللي استاذه فريده فهمي وكده، وانتشروا للعالم كله. فدول عندهم حماس الشباب، وكل اعضاء النادي حاسين انهم ولادهم، يعني انت شفتي اول ما عملوا تيست الصوت كل الاعضاء ابتدوا يجوا من كل حته علشان يقعدوا يتفرجوا عليهم. فهي ميزه في فرقه روح الشرق مش موجوده عند الفرق كمان المحترفه قوي، انك انت بتحسي انك انت داخله حفله وهتتفرجي على فنانين محترفين وحاجات كده. هنا في حاله الاتقان الشديد الفني وحاله الود العائلي اللي انت هتحسيها واعضاء النادي هيحسوها، عشان كده انا اخترتهم لاعضاء النادي. البروجرام معظمه أغاني وطنية عشان طبعاً احتفالات اليوم العظيم ده، وبرضه هيبقى فيه حاجات كده في النص نوستالجيك تسعينات، حاجات تبسط تفرح كده الناس، يعني عندنا كوكتيل اسمه افرح وعندنا كوكتيل تسعينات، فهنفرح الناس قوي وهنبسطهم بالأغاني الوطنية كمان. يعني هو نوعية الأغاني اللي بتتقدم في روح الشرق هي مرتبطة بالأحداث اللي بنروحها أو الإيفنتات اللي احنا بنحضرها، فعلى سبيل المثال الايفنتات الوطنيه بيبقى ليها اغاني وطنيه، الايفنتات المبهجه او اللي بنعملها مثلا في ساقية صاوي بتبقى برضو مرتبطه باغاني ليها علاقه بالبهجه، ويمكن ده القالب اللي الناس شافت روح الشرق عليه، الاغاني المبهجه اكتر والاغاني الوطنيه طبعا، فهم دول النوعين اللي احنا الى حد كبير دايما بنقدمهم للناس وبيلاقوا قبول عند الناس. مبسوطة جدا ان احنا موجودين النهاردة في النادي الاهلي، نادي عظيم، نادي القرن. اول عظمة عايزة اتكلم عنها ان انا من اعضاء كورال روح الشرق، كورال بفتخر ان انا موجودة فيه. وتاني عظمة ان احنا النهاردة في النادي الاهلي وهنغني فيه، وهتحسي النهاردة اصلا بنغني بقلبي كده. اغلبنا طبعا اهلاويين، فوجودنا هنا بجد حاجة حلوة، يعني احنا متحمسين، وكنا متحمسين برضو احنا جايين في الطريق، واللي هو كرنا كان نفسنا نشارك في حاجه زي كده، بلس ان برضو عشان خاطر 6 اكتوبر وكفى، يعني كانت حاجه حلوه، بنحب الحاجات الوطنيه دي برضو، فلا كرنا عندنا انرجي يعني قويه جدا. محضرين كذا تراك بقى، حاجات يعني حاطين حاجات وطنيه كتير، كذا تراك وطني، وعاملين برضو تراكس بقى اغاني التسعينات وحاجات كده عشان خاطر يعني نرضي كل الاذواق وكل الفئات العمريه الموجوده عشان كله يتبسط في النهايه. شرف كبير لينا النهارده ان احنا في النادي الاهلي وفي احتفالات اكتوبر، مبسوطين ان احنا في الاجواء الجميله دي بالجمهور الكبير اللي احنا مش كناش متوقعينه، والحمد لله يعني عملنا بروفات كتير وربنا يوفقنا. احنا من افضل الاشياء اللي احنا بنقدر نقدمها مدلهات ما بين الاغاني وبعضها، يمكن مطلوب مننا بشكل شخصي ان احنا ننفذ الكوكتيل بتاع ميدلي بص في عينينا، ده اكتر حاجه شهرتنا، وعندنا النهارده كوكتيل من الاغاني الوطنيه وان شاء الله تعجبكم باذن الله. طيب ده كلام جميل، ان احنا برضو نعرف حضراتكم الانشطه المختلفه اكيد اللي بتتم داخل النادي الاهلي.